عرفناك. الفتحي ميلود، معك فتحي ميلود، مدينة اليوسفية، كل أرض كيقول عليها شوية، صانع الغاز وصانع قيسات متنوعة على جميع الحالات. اللهم بارك. شنو كتسمع هنا اليوم با فتحي في الموسم؟ دابا تندورو دايرين قهوة وتنشوفو الناس وغنقولو على هاد الموسم تا هو شي شوية، والناس وداكشي اللي كيدور غادي نقولو قصة من القصات اللي عندنا. جيت تتفرج؟ جينا نتفرجوا وندوروا نشوفوا الحباب ونشوفوا دكوالة ونزوروا موسم بني مغار اللي زاروا ناي الدار مشى لا بني مغار، رحنا جينا ليه زوار من داك الدوار كيداوي كبار وصغار ورمينا عليه العار. قلت لي جينا عندك يا مولاي عبد الله بني مغار، انت يا عزري دكا شيخ دكالة وعقلي كيت خالة، وجيت عدك انا يا في حالة ورميت عليك العار، راني من الزوار. هادو كلماتك؟ لا، كلمات ديولي. تبارك الله. كنشكر. شاعر؟ عندي موهبة، صانع قصات وصانع الغاز ومفسر حروف على جميع الحالات. بلا كتبة. غنقول لك واحد القصة على الدري. قلت مفسر حروف. مفسر. أنا سميتي يوسف. سميتك يوسف، يلا سير، قول كل حرف غنقولو لك. الياء. الياء. الياء عزيز عليك تلهق وتشوف الناس الدور تبقى تخنفش، زيد حرف لاخر. الواو. الواو كتسبق ديما والو. وكتدور لك بالخوات، تكون غادي هوك كتصبح غادي هوك، بلا ما تشعر. السين. عندك السين كدعي للسلام، كدعي للسلام، والسين كدعي للسلام. والسلام يعني كتسمح في بعض الحوايج كاع، يعني انا مسالم، يعني مسالم سليم. باقي لنا الفا. باقي لك الفا اللي شتيها كتفها فيها كيعجبوك جميع الحالات، شي حاجات زوينين كتبقى تألم بخاطرك. الله يكرمك. باقى الحق. باقى الحق. هذه ماشي ديالي ولكن الصديق اللي معانا. الحق محبوب مع الناس، فيما مشيتي راك محبوب. الحق كتقول لك محبوب مع الناس. الميم. الميم كيقول لك سبق الميم ترتاح. اللي سبقتي الميم كترتاح. تبارك الله. ونقول لك واحد القصه على الدري اللي طاح في البير. يلا سير. سير. اسمع اخي وانت اسمع الشريف. وصلت قصه للدري اللي طاح في البير كي غنقولوا ليه تو. قلت لي تصمتوا لي يا اخوان، بقوا فيا جوج شبان، واحد سميتو البشير مات مسكين صغير وزيدو تا ريال، طاح في البير كيف الريال وما لقوش ليه الخيال، وعاشوا معاه اجيال، هو عنده 5 سنين خلى مو تبكي واثنين. يا سلام يا سلام تفرج فيه كاع العالم، توما سدوا البيار باش تحيدوا الغيار. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.